النهائي إذا خلينا نهائي. ولذلك يعني بقى الأولوية والاهتمام والرعاية الكاملة عشان نخرج المجتمع إنسان فاعل قادر على العطاء. ولأن الإنسان هو الركيزة الأساسية لصناعة الحضارات والنمو بتاع أي دولة، عشان كده أول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا بقضية بناء الإنسان والهوية المصرية خلال الجلسة الأولى للمؤتمر الوطني السادس للشباب اللي انعقد في جامعة القاهرة تحت عنوان استراتيجية بناء الإنسان المصري. عشان كده كمان وزارة التربية والتعليم الفني لا تقلو جهدا في سبيل تحقيق التنمية الشاملة للنشأ لما بذلك من أثر عظيم في تكوين القدرات الذهنية وتكوين الشخصية واكتساب السلوك الاجتماعي. عشان كده احنا بنأكد على التزام الوزارة بحق كل طفل في فرصة متكافئة جيدة لتلقي خدمة تعليمية بمستوى عالي من الجودة يتناسب مع المعايير العالمية وبما يسمح بالإسهاب الفاعل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية. طبعاً احنا كلنا بنشتغل لإعداد مجتمع مصري عصري يتعلم ويفكر ويبتكر. احنا في وزارة التربية والتعليم بدأنا إعداد هذا الجيل من أطفالنا بالمواصفات دي في سبتمبر الماضي بنظام تعليم جديد يستهدف فعلا بناء الشخصية وتنمية المواهب وبيحاول يلبس لبنات